ومكملين نور بمشوارنا صباحي لليوم، وحصتنا الفنية اليوم متخمة، ولكن هلأ صار وقت الجمال والفن والرسم والإبداع، هالمرة تجسيد الفكر بلوحات مميزة وألوان دافية. ضيفنا لليوم فنان، هو من خريج كلية الفنون الجميلة، عضو باتحاد الفنانين التشكيليين، عمل بمجال الفن وأيضا درسه وله العديد من المعارض. أكيد سلمى، له العديد من المعارض الفردية والجماعية بالإضافة لورشات والمشاركات الفنية بمختلف المحافظات السورية وأعمال مقتناة من وزارة الثقافة ووزارة الشؤون الاجتماعية ومركز الفنون البصرية. خلونا نرحب معكم بالفنان التشكيلي غسان عكل. يسعد صباحك. يسعد صباحكم. أهلا وسهلا فيك على شاشة الأخبارية. يا أهلا وسهلا. يسعد أوقاتك أستاذ غسان. يسعد أوقاتكم. يعني قبل ما نطلع هوا هيك بشوي كنا عم نتذكر وين أول لقاء لنا. صحيح. بملتقى التكية. بالتكية السليمانية، وكنا عم نتذكر يعني حضرتك من الفنانين اللي لهم بصمة مميزة، أنا لهلا ما بنسى الألوان اللي شفتها على أو حتى التكنيك اللي أنت بتتبعه بلوحاتك وأعمالك الفنية. خلينا نبلش، حضرتك تستخدم الجرافيك كروح وكتخطيط بالرسم نفسه حتى لما بتعمل أي لوحة فنية، نحكي عن هذا الفن وقديش أثر على أعمالك بالمجمل. هلا فن الجرافيك معروف هو فن متفرد عن الفنون الباقية. صحيح. وحتى أدواته غير الأدوات الفنية المتعارف عليها. فن الجرافيك هو فن الطباعة، مو ما بينشغل بالألوان بالأدوات الكلاسيكية الريشة والألوان، لا هو له تحضيرات خاصة وله ألوان خاصة ويتنفذ على المعدن وعلى الخشب قبل ما بيتنفذ على الكرتون اللي هي الوسيله اللي تظهر للمشاهد. الجرافيك هو فن الطباعه اللي يعتمد على الالوان الابيض والاسود تحديدا يعني، وقيم الرماديات. انا بلوحاتي بستخدمه بطريقه الاختام. هي الطريقة دمجت بين الخط العربي استخدمته كوسيلة بالختم مع فن التصوير، وهي الميزة تميزت فيها لوحاتي عن باقي الفنانين التانيين. طيب لما نحكي عن تكنيك مختلف والحب، بتلاقي الفنان اليوم بيعطي لكل حواسه، مع انه لا بتلاقي الناس بتقول لك انه الفن اليوم ما بجيب همه، اليوم الفن ما بيطعمي خبز، حتى انت رح تدرست، يعني خلينا نحكي عن هي التجربه كمان، التدريس قديش يمكن اضاف لك كفنان وقديش فعليا بتعطي من روحك للطلاب، يعني نحن عم نحكي عن تجربه فنيه فينا نقول الى عمر من جميع الاختصاصات، يمكن حاولت تعطي من خبرتك لكل الناس اليوم. هلا اكيد يعني الفنان دائما معطاء يعني، ودائما يحاول يوصل الفن لكل شرائح الموجوده من كبار وصغار. انا بالتدريس بصراحه استفدت كثير وافادت يعني، طبعا استفدت انه صار في انتشار للفن اللي انا عم نفذه يعني، صار متعارف عليه، صار في ثقافة إنه فن الجرافيك شو هو يعني. عم حاول حتى بعلمه للأطفال اللي أنا عم درسهم بالمسرح المدرسي وبكرة إنا بنادي المحافظة، ودرست كمان بجامعة الجزيرة، بس ما درست فن الطباعة، لا درست فن التصوير، لأنه بتعرفي كانوا يعتمدوا على الرسم الفري. هن كانوا يدرسوا عمارة مو فنون. أنا درست مادة الفن لكلية العمارة. طب أستاذ غسان، تجارب متعددة لحضرتك بين المعارض الفردية، المعارض الجماعية، الرسم المباشر، إن كان في كثير من الأعمال شاركت فيها مع مجموعة من الفنانين من خلال الرسم المباشر أمام الجمهور، يعني خليني أقول عدد كبير من طريقة تقديم نفسك كانت مختلفة، أن أي أكثر طريقة فيهم بتلاقي أنه الفنان بيقدر يبرز، هل بالشكل الفردي أم بالجماعي أم بالرسم أمام الجمهور؟ هلا بصراحة هي كل تجربة إلها تفرد لحاله يعني.
هلا المعرض الفردي يعطي للفنان ثقة أكثر، يتعرف مباشر على الجمهور ويعرف فنه للجمهور مباشر. المعارض الجماعية يعني بيصير لك جمهور تاني من خلال، لأنه في عالم تجي بتحب لوحات فنان معين يعني. صحيح. لما تجي وتشوف لوحات الفنان التاني ممكن تعجب فيه وتتابعه وتصير له من رواده يعني. الرسم المباشر هو يعني هو من أشياء جميلة جدا يعني، من أكثر التجارب تشويقا يمكن. بالضبط، يعني أكثر تشويق واتصال مباشر مع الجمهور، والجمهور بيشوفك كيف تشتغلي، ممكن يحب هاي الرسم أو ممكن يحب هاي الطريقة، ممكن ينفذها لحاله بالبيت، مو للفن يعني، بس للمتعة للتشويق يعني. بالضبط يعني. كنا عم نشوف على الشاشة بعض من لوحاتك، للمرأة حصة كبيرة فينا نقول بلوحاتك، وكل لوحة نوعا ما عم تعبر عن حالة أو بطريقة مختلفة، كيف بتعبر عن المرأة بلوحاتك؟ هلأ احنا موضوع المرأة، يعني المرأة هي شيء خصه الإله بأشياء جميلة وأعطاه صفة من صفاته يعني، اللي هي الجمال، اللي هي الخلق. أنا بتعامل مع المرأة بلوحتي مو للجمال، لأنه ما بدي المتلقي ينجذب لجمال الرسم أو لا، أنا اشتغلت عليها بطريقة تعبيرية، بطريقة توصل معاناة المرأة أو حكاية المرأة للمتلقي مباشرة يعني. بالضبط. أكيد. كمان أستاذ غسان، يعني الألوان اللي موجودة بنشوف حضرتك بتميل كتير للألوان الترابية والألوان الدافية، وبتذكرنا ببيئة دير الزور. بالضبط. قديش اختلطت هالبيئة بألوانك، وقديش قدرت تقدم وتحكي عن دير الزور. تمام. القديمة الجميلة اللي بأذهاننا. تمام. اللي بنتمنى أكيد ترجع مثل الأول، هي وكل المناطق إن شاء الله. إن شاء الله. رب. شوفي، هو الفنان مأسور ببيئته ببلده، ودائما تأثره بهاي المكان اللي كان عاش طفولته فيه، اللي عاش حياته فيها بالبداية. وأنا كتير يعني بصراحة تأثرت بدير الزور، بجو دير الزور، بألوان دير الزور، اللي هن كانوا يعتمدوا على الألوان المباشرة يعني. طبعا هي طبيعة الجو هي اللي تفرض على الناس إنه تلبس هيك. الألوان الزاهية أو البنية أو الأصفر الفاقع أو الأحمر، أنا كتير تأثرت بهاي الألوان، لأنه من أنا طفل وأنا بشاهد هاي الألوان قدامي يعني. فحاولت أنه أشتغل عليها بلوحتي، والحمد لله أنه قدرت بدون ما أنه حدا بيعرف أنه أنا من دير الزور، بيقول هذا الفنان شرقي وابن دير الزور يعني. صحيح. وهذا الشيء بيفرحني وبيسعدني جدا. أكيد. تحية لكل أهالي. الله يسلمك. دير الزور. خلينا نحكي، قلت أنه قديش البيئة لعبت دور وأثرت بطفولتك، الألوان، البيئة على لوحاتك. خلينا نحكي عن ظروف الحرب نوعا ما، يعني عشنا نحن 10 سنوات من الحرب، دائما بيقولوا لك بالأزمات وبالوجع الإبداع بيكون مختلف. قديش أغنت فينا نقول تجربتك الفنية وانعكست من خلال لوحاتك؟ يعني دائما أي فنان مستضيفه بيقول في جزئية بهي المرحلة كان في تعاطي مع الفن كفنان أنا مختلف، كان في غنى، كان في وجع، كان في فرح، كان في ألم. لا، أنت بدك تحكي عن تجربتي أنا وشو انعكاس الحرب. صحيح. على تجربتي ولا بشكل عام؟ على تجربتك الخاصة. على تجربتي بصراحة أنا صرت أشتغل لوجوهك شوي كئيبة أو حزينة أو متعبة، لأنه فعلا يعني تعبت الناس من الحرب، من هذا الجو المشحون بالمشاكل، خلينا نقول يعني. تشوفي الوش بلوحتي مو مرتاح يعني، في قلق، في خوف. بينما إذا بدي أحكي لك شو نتائجها على الفنانين، يعني هي في إلها نتائج سلبية وفي إلها نتائج إيجابية. صحيح. طيب خلينا كمان عم نحكي عن التجارب. من التجارب المميزة كانت حضرتك أسست مجموعة باريوتا، خلينا نحكي أكثر عن هاي المجموعة، إمتى تأسست وبشو بتعنى؟ مجموعة باريوتا تأسست من 3 سنين، مجموعة فنانين وفنانات
بصراحة نحن اجتمعنا على الصداقة والمحبة والأخوة، ما يجمعنا شيء تاني يعني. نعرض سوا، نعرض مع بعض، بنجتمع، نعمل هيك جمعات بس بشكل يعني هيك مغلق يعني لنا بس. مجموعة باريوتا هي تجمع عدة شباب وصبايا من عدة محافظات. طبعا هي صدفة هيك اجتمعنا وحبينا أننا نعمل هاي المجموعة ونطلق عليها باريوتا، اللي هي الخلق والجمال باللغة الآرامية، معنى كلمة باريوتا. وحاليا احنا عرضنا اول معرض، كان الانطلاقة لنا بصالة ألف نون عند صديقنا الفنان بديع جحجاح. بعدين عرضنا ثاني سنة بجوليا دمنا. بعدين ثالث سنة عرضنا بصالة السيد، وحاليا ان شاء الله بنحضر ل يعني خلينا نسميه المعرض السنوي لباريوتا. عم نحضر له حاليا، وان شاء الله يعني يكون باول يعني بواحد او اثنين من السنة القادمة ان شاء الله. اكيد نتمنى لكم التوفيق ان شاء الله. بالمعرض شو المختلف رح يكون هالسنة بالمعرض، بما انه عم نقول معرض سنوي يقام وهذا المعرض الرابع؟ هلا كل معرض عم يفرق عن المعرض الثاني بطريقه الطرح، بطريقه طبعا هي تعود للفنان نفسه بتطوير صحيح. نفسه بتطوير التكنيك اللي يشتغل عليه. انت عم تشوفي لوحه اكيد مغايره عن اللوحه اللي شفتيها السنه الماضيه. صح. تماما. يعني خليني اقول اليوم نحن سعيدين اكيد بوجود حضرتك معنا، وعم هيك عم نتجاذب اطراف الحديث الفني الشيق، كمان جانب مهم مرينا عليه هيك شوي مرور الكرام اللي هو جانب التدريس. نحكي اكثر عن هي التجربه، وخصوصا هلا عم نشوف كثير من الشباب والصبايا اللي عم بيحاولوا يتجهوا حتى لو ما كان دراستهم تخدمهم بمجال الفن أو بالرسم، عم بيحاولوا يتجهوا لمعاهد لورشات معينة ليتعلموا الفن ويتذوقوا الألوان. خلينا نحكي عن تجربتك بالتدريس. اتجاه الشباب والصبايا باتجاه الفن وتعليم الفن، هو بصراحة الفن يدخل بكل مجالات الحياة، بطريقة اللبس، بطريقة التحدث، بطريقة يعني بس لا شعورياً، لذلك بتشوف الاتجاه كله على الفن. أنا والله يعني بصراحة تجربتي مع الأطفال أكثر، لأنه أنا عم درس بالمسرح المدرسي وعم درس أطفال، وحاليا عم درس بمشروع بكرة إلنا يعني كمان أطفال. التعامل مع طفل مختلفة بشكل يعني صحيح. بتحسي حالك تتعاملي مع عجينة، بدك أنت تشكلي هذا الطفل بحيث انه يطلع كل مواهبه، يعني بيطلع كل فنه يعني، وعم تطلع شغلات بتجنن بتطير. قديش بتنعكس كمان على عليك وشخصيتك وفنك التعامل مع الاطفال؟ يعني بتلاقي الطفل هو عباره انعكاس عن حاله فرح، طريقه العفويه والبساطه وطريقه التعامل، بينسيك كل ظروفك المعيشيه تماماً بلحظه تماماً وبيفصلك عن العالم الخارجي تماما. يعني حتى الطفل هو بيفكرني بيصير فكرني رفيقه يعني، بصير يحكي معي باريحيه ويشكي لي وساوت هيك فيني ماما وكذا ولازم شو يعني صراحه يعني. وانا حتى تجربتي هاي مع الاطفال عكستها على اولادي يعني. هلا عندي بنتي مايا بتحضر لمعرض تماما معنا بالاستديو من الله، الله يخلي لك اياها. تحضر لمعرض وهي جابت كمان. نعم. قد ايه عمرها؟ نجحت على الخامس. اول معرض لإلها؟ ايه راح يكون اول معرض لإلها، وهي جابت كمان جائزة افكار والوان السنة الماضية وتكرمت. ايه مبروك مايا، وان شاء الله يا رب هيك على طول نشوف هالتفوق والابداع عند اطفالنا. وبدنا نشكرك على وجودك معنا الفنان غسان العكل. شكراً. وعلى كل الاضافه الجميله اللي عم بتضيفها سواء كان بمعارضك الفرديه او مع الاطفال اللي عم بتدربهم. شكرا لك. شكرا لكم وشكرا لقاء الجميل. شكرا لك، اكيد نتمنى لك التوفيق. الله يسلمك. بمخططاتك الفنيه القادمه بالمعرض، والمره الجايه رح نستضيف بنتك بمعرض الاول اكيد ونطلع عليه. نتمنى لك التوفيق اكيد. شكرا كثير لك. شكرا لك.